على ماذا يدل لون المخاط الخاص بك؟ يمكن لمخاط الأنف أن يكون مزعجا. كيف؟ إنه دائما موجود في وجهك، والأسوأ من ذلك أنه يظهر في بعض الأحيان مصحوبا بالشعيرات. نحن نقوم بإزالة مخاط الأنف بواسطة المنديل، ولا نقوم بإلقاء نظرة خاطفة عليه بعد ذلك أبدا، لأن هذا يعتبر سلوكا سيئا. ولكن في بعض الأحيان يحدث ذلك. لون المخاط يمكن أن يخبرنا بما يجري داخل الممرات الأنفية. هنا نستعرض مختلف الألوان وماذا يعني ذلك بالنسبة لك. أولا، إذا كان شفاف فأنت طبيعي. المخاط الطبيعي يتكون في الغالب من المياه والبروتين والأجسام المضادة والأملاح الذائبة. الأنسجة الأنفية تقوم بإنتاجه على مدار الوقت، معظمه يتدفق للأسفل من خلال الجزء الخلفي للحلق باتجاه المعدة حيث يتحلل هناك. أما إذا كان المخاط أبيض فأنت محتقن. الأنسجة الملتهبة والمتورمة في أنفك تبطئ عملية تدفق المخاط، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المخاط للرطوبة فيصبح سميكا وغائما، ويمكن أن يكون علامة على إصابة الأنف أو البرد. أصفر، أنت مصاب بالبرد أو أن العدوى تتطور. الخلايا المكافحة للعدوى قد اتجهت إلى موقع العدوى بالإصابة الميكروبية وخلايا الدم البيضاء من بينها. بعد الإرهاق تتجه مع المد المخاطي، مما يعطي المخاط أثر اللون الشاحب. نزلات البرد تستمر في العادة من بين 10 إلى 14 يوما. يجب عليك الاحتماء والانتظار حتى زوالها. لون المخاط أخضر معناها أن جهازك المناعي يقاتل بقوة. المخاط يكون سميكا وممزوجا مع كريات الدم البيضاء الميتة والحطام الناتج من المعركة. إذا كنت لا تزال مريضا بعد نحو 12 يوما فعليك مراجعة الطبيب. يمكن أن يكون التهاب في الجيوب الأنفية أو التهاب بكتيري. إذا كنت محموما أو تشعر بالغثيان فيجب عليك مراجعة الطبيب حينها. أما إذا كان أحمر وردي إنه دم. الأنسجة الأنفية في الأنف بطريقة ما تحطمت، ربما لأنها جافة تمت إثارتها أو عانت نوعا ما من التأثير عليها. أنت لم تضع شيء هناك، أليس كذلك؟ أما إذا كان بني فيمكن أن يكون دما. الاحتمال الكبير أيضا أنه شيء تم استنشاقه مثل التراب أو البابريكا. أما الأخطر من هذا كله، فإذا كان لون المخاط أسودا فهو إذا لم تكن مدخنا أو متناولا للعقاقير المحظورة، فإن المخاط الأسود يدل على التهاب فطري خطير. تحدث هذه العدوى عادة في الناس الذين لديهم جهازهم المناعي في حالة حرجة. إذا كنت واحدا منهم فإنك تزور الطبيب بالفعل، إذا لم تكن فيجب عليك القيام بذلك. أنت تنتج وتقوم بابتلاع حوالي 1.5 لتر من مخاط الأنف يوميا. نادرا ما يستخدم الأطباء مخاط الأنف في التشخيص الأولي للأمراض. هل تعرف كيف تصبح فتحة أنفك فائقة السيلان في يوم بارد؟ وكيف أن قطرة واحدة في بعض الأحيان تتوقف على طرف أنفك؟ هي في معظمها مكونة من المياه التي تكثفت مع مرور الهواء البارد على الأنسجة الأنفية الدافئة. إنها ليست مخاط أو ليس الكثير منه. تورمات فاغنر هو مرض نادر والذي تشمل أعراضه نزيف وسيلان مستمر للأنف مع تدفق للقيح.